لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، لازلنا في تمنة الرحمن، ولازلنا في باب مسائل الإيمان والكفر، وكنا قد وصلنا المرة السابقة إلى مسألة المسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها، أي لا يتوب منها، لا يكفر بفعلها، ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحلها، المسألة الرابعة. وذكرنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بفعلها طالما لم يستحلها، وهذا إجماع أهل السنة، وأن الخوارج خالفوا في ذلك وقالوا أن مرتكب الكبيرة كافر. وكنا قد بدأنا في الرد على الخوارج، وذكرنا أن الرد على شقين. الشق الأول هو بيان أدلة أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، والشق الثاني هو تأويل الأدلة التي استدل بها الخوارج. تمام؟ وإحنا يمكن يعني حصل انقطاع مفاجئ المرة السابقة في نهاية الدرس بسبب انقطاع الكهرباء، فإحنا قلنا أن إحنا عندنا الأدلة اللي هي استدل بها أهل السنة قسمين، أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة أربعة، ورابع واحد الإجماع، زي لو فاكرين كده أدلة أصل الإيمان، فاكرين مكونات أصل الإيمان، كان كل مكون فيه أربع أدلة، ورابع دليل دايما كان الإيه؟ الإجماع. فيبقى إحنا كده عندنا في النهاية الرد هيكون ثلاث محاور: المحور الأول الأدلة العامة، محور تاني الأدلة الخاصة، المحور الثالث الرد على استدلالات الخوارج. تمام كده؟ طيب، الأدلة العامة أربعة قلناها: رقم واحد آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رقم اثنين حديث الشفاعة. رقم ثلاثة اختلاف الحدود والكفارات. رقم أربعة الإجماع، إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بفعلها ما لم يستحلها. تمام؟ يبقى تاني الأدلة العامة لأهل السنة على أن مرتكب الكبيرة غير كافر: رقم واحد آية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والآية كما ذكرنا هي في غير التائب، لأن من تاب تاب الله عليه حتى لو كان وقع في الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي إنسان يتوب من ذنبه يغفره الله عز وجل ولو كان قد أشرك. تمام؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى حتى لو كان يدعو مع الله إلها آخر، حتى لو كان كافرا ثم تاب، تاب الله عليه. أمال إيه إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ أي لمن مات مصرا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن مات مصرا. تمام؟ فمن مات مصرا على ما دون الشرك ذنبه قابل للمغفرة، يغفره الله عز وجل إذا شاء. وأحاديث الشفاعة، ودي دليل تاني، دلت على أن حتى من يدخل النار من عصاة الموحدين في يوم من الأيام يخرجون من النار ويدخلون الجنة، ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. حبسه القرآن يعني أوجب عليه الخلود، وهو المشرك الذي أخبر القرآن أن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. تمام؟ طيب، حديث الشفاعة مهمة ليه؟ أولا لأن إسنادها غاية في الصحة. الحديث ذي رواه البخاري ومسلم، بقى سنيد متعددة تبلغ درجة التواتر. ثانيا لأنها تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، وترد على الخوارج والمرجئة. عندنا طرف الخوارج وطرف المرجئة، وأهل السنة وسط بين الطرفين. فحديث الشفاعة دي بترد على الاثنين، على الخوارج وعلى المرجئة. أولا بترد على المرجئة ليه؟ لأن عصاة الموحدين منهم من يدخل النار، فدخل النار كده ردنا على المرجئة، وبعدين يخرج من النار يدخل الجنة ردنا على الخوارج. ما المرجئة بيقولوا إن أهل المعصية دول طالما عندهم تصديق دول مش هيدخلوا النار، داخلين الجنة على طول. والخوارج بيقولوا لا، مش هيدخلوا الجنة، دول داخلين النار مخلدين فيها. فحديث الشفاعة بتقول ان هم هيدخلوا الاول النار ويطلعوا يدخلوا الجنة. فلما دخلوا النار ردنا كده على مين؟ على المرجئة. رجعوا دخلوا الجنة ردنا على مين؟ على الخوارج. واضح؟ عشان كده احنا بنبدع الخوارج والمرجئة
من اجل تكذيبهم لاحاديث الشفاعه، اصل هم مش عارفين يتصرفوا معاها، يعني حتى غير قابله للتاويل. فيعملوا ايه؟ يضطروا يردوها. فردهم اياها بدعه ضلاله. تمام. يبقى الدليل الثاني احاديث الشفاعه. الدليل الثالث اختلاف الحدود والكفارات. كما ذكرنا لو كانت هذه الذنوب كفرا بالله عز وجل لكانت عقوبتها واحده وهي القتل رده، لكن نجد ان بعض الذنوب عقوبتها ان يجلد صاحبها 80 جلده، والبعض عقوبته ان يجلد 100 جلده، والبعض منها عقوبته ان تقطع يده، والبعض منها عقوبته ان يرجم، والبعض منها عقوبته ان يخير اولياء المقتول بين القصاص والدية والعفو، والبعض منها عقوبته ان يصوم 2 شهر متتابعين او يطعم 60 مسكينا او يعتق رقبه. فتلاقي ايه؟ العقوبه مختلفه ومتنوعه وليست كلها شيئا واحدا. لو كانت الذنوب دي كلها كفر لكانت العقوبه واحده، ان هو ايه؟ يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. فاختلاف هذه العقوبات دل على ان هذه الذنوب ليست كلها كفرا ولا رده. واضح ولا ايه؟ الدليل الرابع اجماع اهل السنه على ان مرتكب الكبيره لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار لو دخلها في الاخره ما لم يستحلها. تمام. طبعا الدليل الثالث والرابع دول لما نيجي نستدل على ذنب مخصوص نخصصهم بقى، يعني هي دي ادله عامه تصلح لكل الذنوب، وبعدين هنجيب دليل خاص على ان الزنا ليس كفرا، والسرقه ليست كفرا، وشرب الخمر ليست كفرا، والقتال المسلمين ليس كفرا، وقتل المسلمين ليس كفرا، وقتل النفس ليس كفرا. هجيب ادله مخصوصه على كل ذنب بقى لسه. بس انا لما اجي على ذنب معين وهاجي اجيب الادله الثلاثه الاربعه العامه، هو الدليل الثالث والرابع قابل للتخصيص. يعني مثلا عايز دليل على السرقه ان السرقه مش كفر، احنا في دليل خاص على السرقه، بس لما اجي اقول الادله الاربعه العامه، رقم واحد ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، رقم اثنين حديث الشفاعه، رقم ثلاثه ما تقوليش اختلاف الحدود والكفارات، احنا دلوقتي في السرقه، قول لي ان عقوبه السارق قطع يده وليس قتله، احنا بنتكلم في حاجه معينه اهو. الدليل الرابع الاجماع على ان مرتكب الكبير عموما لا يكفر وان السارق خصوصا لا يكفر، ما في اجماع على كل ذنب من هذه الذنوب. واضح ولا ايه؟ مفهومه كده؟ فالدليل الثالث والرابع لما نتكلم على ذنب معين خصصوا لي بقى، ما تجيش انا بكلمك في السرقه تقول لي الدليل اختلاف الحدود والكفارات، مالي ومال بقيه الذنوب بتكلم في ذنب ايه؟ بس انا خصصوا لي بقى. واضح ولا ايه؟ تمام. يبقى دي 4 ادله عامه، كل ذنب بقى من الذنوب اللي انا ذكرتها دي اللي هي السرقه والزنا وشرب الخمر والقتال والقتل والانتحار. انا كان عندي 6 ذنوب عايز اتكلم عليها، لان الخوارج عندهم شبهات في الذنوب دي اللي هي اكبر الكبائر. تاني عندنا السرقة والزنا وشرب الخمر وقتال المسلمين وقتل المسلمين والانتحار اللي هو قتل النفس. 6 ذنوب كده الخوارج عندهم شبهات جعلتهم يقولون بكفر مرتكب هذه الذنوب. فانا عندي 4 ادله عامة على ان اللي يرتكب الذنوب عموما مش كافر، وعندي بقى ادله خاصه على الذنوب الستة دي ذنب ذنب. تمام كده. طيب نبدا الاول بالسرقة والزنا. السرقة والزنا الخوارج بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال، وشرب الخمر كذلك، السرقة والزنا وشرب الخمر، بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. تمام. فيبقى احنا كده النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنهم الايمان فدل على كفرهم. ده كلام الخوارج. احنا بنرد، شوف الرد لازم يبقى ازاي بقى، 3 اجزاء. الجزء الاول انا عندي 4 ادله عامة هنقولهم. الجزء الثاني انا عندي ادله خاصه على الزنا والسرقه وشرب الخمر. دليل السرقه والزنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق. حديث ابي ذر. تمام. قال: وان زنى وان سرق يا رسول الله؟ قال: وان زنى وان سرق على رغم انف ابي ذر. تمام. يبقى من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق، ده دليل على الزنا والسرقه. طب وشرب الخمر؟ حديث الرجل ده في صحيح البخاري الذي كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد الله ويقال له حمار، وكان يؤتى به في شرب الخمر،
فأتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فوالله إنه يحب الله ورسوله، أو في رواية فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. تمام؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه، وأخبر أنه يعلم عنه لا يعلم عنه إلا أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه مسلم ليس بكافر. تمام؟ رغب شربه للخمر وإتيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم الحد عليه. تمام؟ فده الشق الثاني من الإجابة. الشق الثالث تأويل بقى الحديث، إيه معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ هل نفي لأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان الواجب؟ نفي لكمال الإيمان الواجب. واضح ولا إيه؟ تمام. طيب يبقى كده جبنا أول ثلاث ذنوب اللي هي السرقة والزنا وشرب الخمر. الذنب الرابع قتال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. دي شبهة من شبهات الخوارج. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هنا بقى مش نفي إيمان، ده هنا تصريح بالكفر، إن اللي يقاتل المسلمين حكمه إيه؟ أنه ارتكب كفرا. الإجابة أولا عندنا أربع أدلة عامة أنا أذكرهم، بعدين عندنا دليل خاص في قتال المسلمين اللي هو قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. تمام؟ طيب يا ربنا إيه؟ لا ده من شبهاتهم ده هو ولا تمام مسلمان يعني الاسلام لازم يقيم عليه. جميل ماشي. اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار، في النار يعني يستحقان دخول النار لكن لا يخلدان فيها. النبي صلى الله عليه وسلم ايه مسلمين وان هما مسلمين اذا التقى المسلمان، والايه وصفت بالايه بالايمان وان طائفتان من المؤمنين. تمام؟ فيبقى ده دليل خاص على الايه على القتال. طب الحديث بتاعهم اللي قالوا اللي هو سباب مسلم فسوق وقتاله كفر، هنقول معنى كفر ليس الكفر الأكبر وإنما هو كفر دون كفر، كفر لا ينقل عن الملة. تمام؟ طيب الذنب الخامس ذنب القتل. بيقولوا لا القتال يحتمل إنه يكون مسلم ماشي، إنما القتل ده ذنب أكبر وأشد، وفي آية تقيلة قوي اللي هي آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. الآية دي صعبة قوي، بتقول لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ايه؟ جهنم خالدا فيها. مش هقول لك بقى مش مؤمن عشان تقول لي نفي كمال الايمان، ولا كافر تقول لي كفر ده انا كفر، لا ده انا صرحت لك الآية صرحت ان هو ايه في جهنم مخلدا فيها، يبقى معناه ان هو ايه كافر. واضحة خالص صريحة اهي الإجابة. عندنا برضو ثلاث أجزاء للإجابة، الجزء الأول أو الشق الأول في الإجابة إن عندنا أربع أدلة عامة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأحاديث الشفاعة، وإن عقوبة القاتل العمد العدوان ليست القتل وإنما القصاص الذي يخير فيه أولياء المقتول بين العفو أو الدية أو القتل. تمام؟ الدليل الرابع الإجماع، إجماع أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر وأن القاتل عمدا ليس بكافر. تمام؟ طيب دي أدلة عامة. في دليل خاص؟ أو في دليل خاص. إيه الدليل الخاص؟ قول الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الآيات اللي في أولها كتب عليكم يا الذين ما كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له، الهاء عايدة على مين؟ على القاتل. من أخيه، أخوه اللي هو مين؟ ولي المقتول. فأثبت الله الأخوة بين القاتل وبين ولي المقتول فدل على بقائه على الإسلام. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يبقى دل ذلك على أن القاتل عمدا عدوانا الذي يستحق القصاص ما زال أخا للمسلمين وأخا لأولياء المقتول. تمام؟ تمام. يبقى ده دليل خاص في ليه؟ في القتل. طيب الدليل اللي هم استدلوا به اللي هي الآية ليها عند أهل السنة ثلاث تأويلات قوية. التأويل الأول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخلود هو المكث الطويل ولا يلزم منه الأبدية.
الأصل لما أقول لك إن فلان مخلد في النار إن هي تحمل على الخلود ليه؟ الذي لا خروج منه أبدا. لكن أحيانا كلمة الخلود تستعملها العرب بمعنى المكث الطويل لكن لا يلزم منه الأبدية، كما يسمي العرب كما تسمي العرب أبناءها خالدا ولا يقصدون أنه يمكث في الدنيا أبدا، وإنما يرجون أن تطول مدة لبثه في الدنيا. تمام؟ يبقى الخلود أحيانا يقصد منه المكث الطويل لكن لا يلزم منه الايه؟ الأبدية. طيب ده التأويل الأول، إن الخلود هنا بمعنى ايه؟ المكث الطويل في جهنم. التأويل الثاني، طب سؤال، هو التأويل ده خلاف الظاهر؟ هو خلاف الظاهر، يعني الظاهر من كلمة الخلود المكث الأبدي، لكن أحيانا يأتي بمعنى المكث الطويل. طب أنا هنا تركت ظاهر كلمة الخلود ليه؟ عشان عندي أصلا أدلة عامة وأدلة خاصة على إن القاتل عمدا عدوانا لا يخلد في جهنم أبدا، ليس بكافر. واضح ولا ايه؟ مفهومة دي؟ تمام. طيب التأويل الثاني هو ومن يقتل مؤمنا متعمدا، كلمة متعمدا دي تشعر بأنه قصده لأجل أنه مؤمن. شوف مؤمنا متعمدا، يعني قتله لأجل إيمانه، ومن فعل ذلك فهو كافر فعلا. يعني لو واحد شايف واحد مؤمن ومتضايق أنه مؤمن يكره إيمانه فقتله لأنه مؤمن، من يفعل ذلك إلا الكافر؟ يعني اللي بيتقصد المسلمين ويقتلهم لأجل أنهم مسلمون هذا كافر. واضح ولا ايه؟ تمام. زي ما الكفار بيعملوا في كل زمان ومكان، يقتلون المسلمين لانهم ايه؟ مسلمون، فحكم فعلهم كفر بالله تبارك وتعالى. تمام. طيب زي قول الله عز وجل قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني لم يقتلوهم الا لاجل ايمانهم. تمام. فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. طيب التأويل الثالث، ان قول الله عز وجل فجزاؤه جهنم اي ان جوزي به، يعني ذنب القتل، قتل المسلم عمدا عدوانا، ذنب يستحق صاحبه الخلود في جهنم ما لم يمنع من ذلك مانع. طيب ده وعيد، لكن هناك موانع لإنفاذ الوعيد. ما هي هذه الموانع؟ موانع إنفاذ الوعيد: الحسنات العظيمة الماحية، والمصائب المكفرة، والحدود، والكفارات، والتوبة، والاستغفار، وشفاعة المؤمنين، ورحمة أرحم الراحمين، والتوحيد. تاني، موانع إنفاذ الوعيد: الحاجات اللي ممكن تحصل لك تمنع من عقوبتك. ايه؟ رقم واحد الحسنات العظيمة الماحية، ان انت تكون فعلت حسنة عظيمة تمحو لك الذنب الذي ارتكبته، زي حسنة شهود بدر. الصحابة الذين شهدوا بدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عثمان لما تصدق في جيش العسرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، حسنة عظيمة أي ذنب يعمله بعد كم يضروش. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يلج النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فدي حسنة عظيمة لبيعة الرضوان تمحو كل الذنوب. تمام. طيب يبقى رقم واحد الحسنات العظيمة الماحية، رقم اثنين المصائب المكفرة. الإنسان إذا أصيب بمصيبة في بدنه أو في أهله أو في ماله، هذه المصائب تكفر عن المسلم الخطايا والذنوب حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. تمام. يبقى أي بلاء أو مصيبة تصيب المسلم تكفر عنه من خطاياه. رقم ثلاثة الحدود والكف، رقم ثلاثة الحدود واربعة كفارات. الحدود النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من أصاب من ذلك شيئا يعني من الكبائر فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أو إن شاء عذبه. تاني
من أصاب من ذلك شيئا يعني من ذنوبه والكبائر فستره الله فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. يبقى اللي عاقب به في الدنيا اللي هو أقيم عليه الحد ده كفارة لي، ومن ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. تمام. والكفارات فكفارته كذا وكذا وكذا، لما ربنا يقول فكفارته يبقى ايه؟ كفارة تكفر الذنب. يبقى لو واحد عمل ذنب وقيم عليه الحد يكفر الذنب، ولو عمل ذنب وعمل الكفارة بتاعته زي مثلا ذنب مثلا افطار يوم في نهار رمضان ليه كفارة، ماشي؟ عمل ذنب مثلا زي قتل المسلم خطأ، عمل ذنب زي اي ذنب من الذنوب اللي فيها ايه؟ كفارة. ذنب زي الظهار ليه كفارة. تمام. فيبقى اي ذنب ليه كفارة، هو الكفارة دي اسمها كفارة يبقى تكفر الذنب. تمام. يبقى رقم 4 كفارات. رقم 5 التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل تبدل سيئاته حسنات كما قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات. رقم 6 الاستغفار. استغفار دعاء طلب مغفرة من الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فلو طلبت من الله عز وجل ان يغفر لك ذنبك استجاب الله لك وغفر لك ذنبك. هل في فرق ما بين التوبة والاستغفار؟ اه. ايه الفرق؟ التوبه يعني ذنب لازم يبقى في ذنب الاول عشان يغفر، يبقى في توبه. الاستغفار ولا الذنب يعني؟ الاستغفار مطلق التوبه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ايوه. ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. ايوه حاجات معينه مش لازم واحد بيتوب. ان توبوا الى الله فاني اتوب الى الله في اليوم اكثر من 70 مره. ايوه بالاخطاء. التوبه مش لازم يبقى في ذنب. لا مش التوبه الى الله كده مش ده الفرق. الاستغفار مش لازم يبقى في ذنب ولا التوبه لازم يبقى في ذنب. التوبه مش ده الفرق. التوبه اللي فات استغفار ليه واللي فاتت الاثنين ماشي. التوبه في اللي فات والاستغفار في اللي فات واللي جاي تمشي، بس مش الفرق اساسي يعني. ها هو الفرق في حقيقة كل منهما ايه وفي اثر كل منهما ايه. في حقيقة كل منهما التوبة دي رجوع، تاب اي رجع، فالتوبة رجوع الى الله بالندم والاقلاع والعزم على عدم العود، والاستغفار طلب مغفرة، فهي في حقيقتها دعاء. تمام. طيب في اثر كل منهما، التوبة سبب قطعي لمغفرة الذنب، والاستغفار سبب ظني لمغفرة الذنب، والاصل تلازمهم. يعني الأصل الإنسان بيتوب ويستغفر مع بعض. تمام. لكن إذا فك فالتوبة سبب قطعي لمغفرة الذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لو واحد تاب الأصل هو بيتوب وبيعمل إيه؟ وبيطلب من ربنا مغفرة الذنب، حتى لو لم يطلب بلسانه فهو يعني بلسان المقال فهو بلسان الحال يطلب مغفرة ذنبه، وإلا لما تاب؟ إنه طالب للإيه؟ للمغفرة. زي ما قلنا يعني التوبة يلزم منها الإيه؟ الاستغفار. ماشي. وهي التوبة بذاتها دي تمحو الذنب قطعا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. التاب من الذنب كمان لا ذنب له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الاستغفار الأصل أنت لما بتدعي ربنا بالمغفرة بتدعي وانت ايه؟ وانت نادم على الذنب وانت مقلع عنه وانت عازم على عدم العودة، ده الأصل. لكن لو حصل انفكاك بقى، واحد ما زال مقيما على الذنب ويطلب من الله ان يغفر له، الدعاء ده سبب ظني لمغفرة الذنب. يعني ممكن الذنب يغفر، ممكن يخفف عنك، ممكن يفضل زي ما هو طالما انت مقيم ما تبتش. واضح ولا ايه؟ بس بشرط الا تكون مستهزئا. يعني واحد بقى بيعمل مثلا ذنب، عمال مثلا بيشرب الخمرة ولا بيشرب يقول ايه استغفر الله العظيم، هو ايه بيتريق بيهزر بيسخر بيستهزئ، ده كده عمال ايه بيزود ذنوبه. واضح ولا ايه؟ انما واحد هو مقيم على الذنب، يعني لم يوفق للتوبه، لم تبلغ عزيمته ان يقلع عنه، لكن مع ذلك يستغفر ربه يطلب من الله عز وجل ان يغفر له، ده سبب ظني لمغفرة الذنب. يعني ممكن ذنبه يغفر وممكن لا يغفر وممكن يخفف عنه باستغفاره. عشان كده لا ينبغي للإنسان أن يترك الاستغفار حتى ولو لم يوفق للتوبة،
لأن أصلا ممكن الاستغفار يكون سبب للتوفيق للتوبة. يعني ممكن الدعاء ده بالمغفرة يستجاب بأن يوفقك الله للتوبة فيغفر لك الذنب. واضح ولا ايه؟ فاهمين حاجة؟ تمام. بصوا كده. طيب ماشي، يبقى بنقول ايه؟ يبقى بنقول رقم 6 الاستغفار. تمام. ركز. رقم 7 شفاعة المؤمنين والأنبياء والملائكة. ممكن واحد يعمل الذنب ويدخل بيه النار حتى وتشفع له الملائكة والأنبياء والمؤمنون فيخرج إلى الجنة. وممكن حتى قبل ما يدخل النار بشفاعة الأنبياء على الصراط، مش الأنبياء بيدعوا على الصراط إيه ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، يبقى على الصراط كده ممكن تكون عملت ذنوب مستحق إنك تقع، بس ربنا يسلمك بدعاء الإيه؟ بدعاء الأنبياء، فلا تدخل النار أصلا. تمام. رقم 8 رحمة أرحم الراحمين، يقبض الله عز وجل من أهل النار قبضة يدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، يقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل يعملوا ولا خير قدموا، دول هم أهل لا إله إلا الله لم يفعلوا شيئا قط إلا إيه؟ التوحيد فقط. عشان كده رقم 9 التوحيد. وده في الحقيقة مش بس مانع إنفاذ الوعيد، ده هو شرط حتى تعمل كل الموانع السابقة. يعني كل الموانع الثمانية اللي قلناها دي لا تعمل إلا لأهل التوحيد. واضح؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى لعباده الكفر، وإن الله لا يغفر أن يشرك به. تمام؟ فيبقى كل هذه الموانع لا تعمل أصلا إلا لأهل التوحيد، والتوحيد هو أكبر الموانع من دخول النار. تمام؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حديث الصحيح. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني أي ما كان عمل. تمام. فيبقى كده بنقول إيه؟ إن أكبر موانع إنفاذ الوعيد هو التوحيد. نرجع تاني للآية، الآية بتقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فإيه؟ فجزاؤه جهنم خالدا فيه. التأويل الثالث ان جزاؤه جهنم اي ان جوزي به، يعني الفعل ده قتل المؤمن عمدا عدوانا عقوبته الخلود في جهنم اذا ما كانش فيه مانع. فلو ما فيش مانع تخلد في جهنم، في مانع اللي هو التوحيد يبقى مش هتخلد في جهنم. طب استفدنا ايه؟ استفدنا نعرف عظم هذا الجرم، ان الجرم ده كان اصلا عقوبته انك تخلد لولا انك مسلم. عارفين كده لما في القانون يقول لك فلان ده خد سنه مع ايقاف التنفيذ وفلان خد سنة مع الشغل والنفائذ، الاثنين خدوا سنة، بس الفرق ان ده كان فيه يعني موانع نظر اليه القاضي بعين الاعتبار فلم يحبسه. تمام. طب ايه بس هو مستحق العمل ده؟ يستحق انه ياخد سنة حبس. واضح ولا ايه؟ لكن التاني ده عمل الذنب وما كانش فيه موانع فبالتالي ايه؟ بتحبس السنة فعلا. مفهوم ولا ايه؟ تمام. يبقى كده احنا كنا في ذنب الايه؟ الخامس اللي هو ذنب القتل. احنا كده خدنا شبهات الخوارج في السرقه والزنا وشرب الخمره والقتال والقتل، ودي كده اكبر شبهه عدت علينا لغايه دلوقتي اللي هي ايه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قلنا ثلاث تاويلات، التاويل الاول ان الخلود هو المكث الطويل ولا يلزم منه الابديه، والتاويل الثاني ومن يقتل مؤمنا متعمدا اي لاجل ايمانه، التاويل الثالث فجزاؤه جهنم اي ان جوزي به. وليه اولنا؟ عشان عندنا اربع ادله عامه ودليل خاص اللي هو فمن عفي له من اخيه شيء. تمام. بعض العلماء بيزودوا تاويلات بس ضعيفه، يعني زي مثلا اللي يقول لك ومن يقتل مؤمنا متعمدا اي مستحلا. هو استحلال قتل المسلمين كفر سواء انت قتلت او لم تقتل، يعني انا قاعد كده في بيتي وما عملتش اي حاجه بس انا بستحل قتل المسلمين، ده كده ايه؟ كفر. تمام. سواء قتلت او لم اقتل. اللي بيستحل الذنب واحد قاعد كده ما سرقش بس قال السرقه حلال، ده كافر سواء سرق او لم يسرق.
فالآية هنا علقت العقوبة دي على الفعل مش على الاعتقاد، ومن يقتل مؤمنا ده فعل، فانت ما تروحش يعني تلغي الفعل اللي الآية علقت عليه وتجيب مناط آخر مكفر بذاته اللي هو الاعتقاد والاستحلال، واضح ولا ايه؟ فالتأويل ده تأويل ضعيف شوي، تمام؟ مع التنبيه إلى أن استحلال الذنوب قلنا حكمه ايه؟ كفر، فاكرين ولا مش فاكرين؟ مش احنا قلنا الاستحلال مكفر والإصرار مفسق والتكرار وصف مجرد لا ينبان عليه حكم زائد. احنا دلوقتي خلصنا استحلال المرة اللي فاتت وكنا دخلنا في الايه؟ في الإصرار، وقلنا ان عقيدة اهل السنة ان المصر على الذنب ليس كافرا، تمام؟ عايز انبه تنبيه كده بس نخليه بعد ما نخلص الذنب السادس اللي هو الذنب ايه؟ قتل النفس بقى، الانتحار. وده فيه بقى شبهة اقوى واقوى واقوى، اللي هو حديث من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، من تحسى سما فهو في نار جهنم يتحسى سمه خالدا مخلدا فيها ابدا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ده هنا الحديث بيقول لك ايه؟ ان انت في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. كنت بتقول لي الخلود ده ممكن يبقى معناه المكث الطويل، لكن اللي يلزم منه الايه؟ الابديه. ده هنا بصرح لك بالايه؟ بالابديه. اقول لك بص يا ابن الحلال، اولا عندنا اربع ادله عامه تدل على ان الانتحار ليس كفرا. دليل الاول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دليل تاني احاديث الشفاعه. الدليل الثالث هنقول اختلاف الحدود والكفارات، بس هنا الانتحار ليس فيه حدود ولا ليس فيه عقوبه دنيويه، لانه خلاص حياته انتهت، هتعاقبه بايه؟ هو موت نفسه. فالدليل الثاني هنا لا يتصور، لو اختلاف الحدود والكفارات، تمام؟ يعني هنا مفيش مجال لعقوبته، هو اصلا خلاص موت نفسه انتهى، هتعاقبه بايه؟ ولا هو يلحق يكفر ذنبه بايه؟ مفيش حاجه. طيب الدليل الرابع الاجماع، والاجماع هنا متحقق، اجماع عام اصلا على ان أصحاب الكبائر ليسوا كفارا، وإجماع خاص على قتل النفس خصوصا. قتل النفس ده برضو فيه إجماع من أهل السنة على أن المنتحر ليس كافرا، تمام؟ طيب وفي دليل بقى خاص على الانتحار اللي هو إيه؟ حديث في صحيح مسلم أن رجلين هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان ابن عم ولد عم بعض، هاجر إلى المدينة فاستوخم أحدهما المدينة فقطع يده حتى مات. استوخم مدينة ما استحملش الجو بتاع المدينة، كان فيها وباء، فلم يتحمل هذا الوباء وهذه الحمى فقطع يده فنزف فمات. فبعد مدة رآه ابن عمه في المنام ويده مربوطة، فقال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن قال لي لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. يعني انت قطعت ايدك تفضل زي ما هي بقى كده. فحكى هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم ده حكى الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر، يعني كما غفرت له فاغفر ليديه. فطالما تصور دخول المنتحر الجنة دل ذلك على أن الانتحار ليس كفرا، واضح ولا ايه؟ بس لو كان كفر كان لا يمكن ابدا ان يدخل الجنه، تمام؟ الكافر حرم الله عليه الجنه، فدل ذلك على ان الانتحار ليس كفرا. وان كان الانتحار هو من اكبر واغلظ الكبائر، عشان كده غلظ فيه بهذا التغليظ الشديد، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وايه معنى خالدا مخلدا فيها ابدا؟ برضو الاصل في كلمه الخلود اللي هو المكث الابدي، والاصل لما يؤكد بالابديه ان هو لا يخرج منها ابد الدهر، انه خلاص عمره ما يخرج منها خالص. لكن هل هذا دائما عند العرب؟ كل ما العرب تستعمل كلمه، طب القران نزل بلغه العرب والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغه العرب، هل العرب كلما استعملوا كلمه ابدا يقصدون بذلك عدم الانقطاع نهائيا، ولا احيانا بتستعمل ابدا بمعنى المكث الطويل جدا؟ احيانا بتستعمل المكث الطويل جدا اللي هو بمعنى ما دامت السماوات والارض. زي ايه كده؟ ايه واردة في القران فيها استعمال كلمه ابدا مش بمعنى اللي هو
عدم الانقطاع تماما، مش بمعنى الأبدية هنا، مش بمعنى اللي هو السرمدية اللي هو اللانهائية، لا، بمعنى المدة الطويلة جدا اللي هو ما دامت السماوات والأرض، في قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه. ربنا حكى عن الكفار وعن اليهود أنهم لا يتمنون الموت أبدا، ومع ذلك يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. يبقى تمنوا الموت في النار ولا لم يتمنوه؟ تمنوا. وما الايه معنى لن يتمنوه أبدا؟ أي ما دامت السماوات والأرض لمدة الدنيا كلها، لكن مش بمعنى إلى ما لا نهاية. واضح ولا ايه؟ يبقى احنا بنقول ان الحديث اللي استدلوا به قابل للتأويل لغة، يحتمل المعنى ده، تمام؟ وليه هنأوله؟ عشان عندنا أدلة عامة ودليل خاص على أن المنتحر لا يخلد في جهنم أبدا، وأنه ليس كافرا بانتحاره، وإن كان كما ذكرنا ده ذنب من أكبر الذنوب والمعاصي، بل كثير ممن يقع في هذا الذنب يكون في حقيقة أمره كافرا. يعني اللي بيوصل لدرجة الانتحار ده كثيرا ما يكون غير مؤمن بالله تبارك وتعالى، كثيرا ما يكون متهما لله بالظلم، كثيرا ما يكون يعني اللي خلاه يصل بسلوكه لدرجة هذا الانحراف انه هو يقتل نفسه ويستعجل لقاء ربه، اما انه غير مؤمن بوجود الله، غير مؤمن بلقاء الله، او انه هو يعني ساءت حاله في الدنيا لدرجة انه هو اتهم الله تبارك وتعالى بالظلم، وده كفر بالله تبارك وتعالى. انما لو لم يصل الى هذه الدرجة، الى درجة الاعتقاد الكفري، لو لم يصل هذه الدرجة، فمجرد هذا الفعل هو من كبائر ذنوب المعاصي، لكن ليس كفرا أكبر ناقلا عن الملة. واضح ولا ايه؟ تمام. طبعا احنا خلصنا الرد على ايه؟ على الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة. تمام. طريقة أهل السنة والجماعة انهم يجمعون النصوص، يعني النصوص الواردة في الوعيد على فعل هذه الذنوب تجمع مع النصوص الوعد، زي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وزي حديث الشفاعه، فتجمع معها فنصل الى ان مرتكب هذا الذنب يستحق الدخول في جهنم، لكن لا يخلد فيها اذا دخلها طالما كان معه اصل الايمان والتوحيد. تمام. ده الجمع ما بين النصوص. في الخطاب الدعوي الانسان لابد ان يكون عنده حكمه، يعني إذا كان الخطاب لمن يستهين بفعل الذنوب والمعاصي فالأولى أن يخاطب بنصوص الوعيد، وإذا كان الخطاب لمن يسرع في تكفير المسلمين فالأولى أن تعرض أمامه ليه نصوص الوعد مع نصوص الوعيد. يبقى لو واحد هو عنده استهانة بفعل الذنوب أو إقدام على فعل الذنوب جرأة عليها، فده الأولى أن تعرض له نصوص الوعيد منفردة. يعني واحد جاي بيسألك ايه يعني لما انتحر، يعني تقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ما ترجعش تقول له ايه حديث اللهم وليداه فاغفر، انت كيف تشجعه؟ تمام. انما مثلا واحد هو بيقول مثلا شاف واحد انتحر قدامه وهو بيقول ايه بقى، بيقول كافر داخل النار، فتقول له لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليداه فاغفر، انت ما تعرفش ده مات مسلم ولا لا، والاصل عندنا ان هو مات مسلم كمان طالما ما لم ينقض ايمانه بتصريح منه، فاصله مات مسلم فينفعش انت تكفره لمجرد انتحاري. تمام. واحد مات قريب له منتحرا ويسالك بقى ينفع كده ادعي له بالرحمه والمغفره ولا هو كده خلاص كافر بقى ما ادعيلوش، تقول له لا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم وليداه فاغفر، دعا فعادي ادعي له. تمام. طيب واحد انتحر وفي غيره بقى كمان ممكن يتاسى بيه وانتحر، هتدعي له قدام غيره ده اللي هو ممكن كمان يتشجع ولا لا؟ تدعي في سرك بقى ما تدعيش قدام. يبقى الخطاب الدعوي يحتاج الى ايه؟ حكمه. اعرض ايه من النصوص؟ نصوص الوعيد ولا نصوص الوعد؟ ولا اجمع الاثنين مع بعض؟ طبعا في الدراسه وتحرير المسائل لازم الاثنين نجمعها مع بعض، يعني عشان نقرر عقيده اهل السنه لابد من جمع النصوص مع بعض. تمام؟ لكن انا بتكلم على ايه اللي اعرضه من النصوص ده بيحتاج الى ايه؟ حكمه. واضح ولا ايه؟ تمام. بيقول وصلنا لفين؟ شاف كنا قرينا رقم 4 دي ولا ما قريناهاش المره اللي فاتت؟ اظن ما قريناهاش. بيقول المسلم مساله الرابعه
والمسلم الذي يرتكب الكبائر ويصر عليها أي لا يتوب منها لا يكفر بفعلها ولا يخلد في النار لو دخلها في الآخرة ما لم يستحلها، لقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية في غير التائب، لأن التائب من الشرك مغفور له، وقد قال تعالى في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهي إذن في من مات على ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، تمام، ولكن ينقص إيمانه بمعصيته وفسقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والنفي هنا ليس لأصل الإيمان ولكن لكماله الواجب. واضح ولا؟ تمام. تنبيه اللي قلت هنقوله اللي هو ان استحلال الذنوب حكمه ايه؟ كفر. استحلال كفر، سواء كان استحلال من النوع الاول اللي هو جحود وانكار، تكذيب وانكار، او النوع الثاني اللي هو ربا واستكبار، كلاهما كفر. تمام، بقول لكم كنا كاتبينه مع الصبوره المره اللي فاتت. طيب زي ايه كده؟ زي واحد مثلا بيستحل السرقه، بيستحل الزنا، بيستحل قتل المؤمنين، دي كلها ذنوب استحلالها ايه؟ كفر. دي ذنوب معلومه من الدين بالضروره، مش احنا قلنا استحلال مقيد بنوع ايه؟ بالمعلوم من الدين بالضروره. تمام. طيب الذنب ده واحد بيقول السرقه حلال، شرب الخمر حلال، الزنا حلال، ده كده ايه؟ كفر. حتى لو استحل معينا، يعني قال كأس الخمر دي شربها حلال، ده كده ايه؟ كافر. تمام. الا لو كان مشتبه، هي دي خمره ولا مش خمره؟ يعني مثلا الخمر اللي هي الخمر، واحد قال كأس الخمر دي شربها حلال، ده كده كافر لان اسمها خمر وخلاص، ما هو خمر. انما واحد بيقول لك مثلا لا يا سيدي الحشيش مش حرام، هل ده نقول عليه كافر؟ ليه؟ لان ممكن يكون مشتبه، هو الحشيش خمره ولا مش خمره؟ اول طبعا الحشيش خمره، بس بعض الناس يظن ان الحشيش مش خمر، واضحه ولا ايه؟ عنده تاويل، فده مش هنقدر نكفره قبل اقامه الحجه. طيب لو واحد قال سرقه، ما قالش سرقه حلال، بس قال انا لو سرقت اصلا فلان ده محمد ده حلال، لو عنده شبهه وتاويل مثلا ان اصل محمد ده هو ظالم وسارقني قبل كده، يعني هو واكل عليا فلوسي فانا هسرقه عشان هو ايه كده كده حرامي، فانا هسرق، وسرقه الحرامي حلال. طبعا هو الكلام ده غلط، بس ايه مش كفر. ليه؟ لان عنده تاويل. تمام. طيب قال الزنا بفلانه حلال، هي دي بتحتمل تاويل؟ تحتملش، يعني طالما فلانه دي، طبعا لو فلانه مسلمه، ممكن واحد يبقى عنده مثلا تاويل ايه الزنا بفلانه حلال لانها كافره، فاكر بس الزنا مثلا بالكافرات حلال، وممكن ده طبعا تاويل بعيد قوي صعب، لان يعني عامه المسلمين يعلمون ان الزنا حرام سواء بكافره او بايه او بمسلمه، ماشي، فصعب قوي ان احنا نوجد تاويل في دي. تمام. بس العبره ان ايه؟ لو واحد قال الزنا بفلانه حلال مثلا لانها متبرجه، ده مش تاويل خالص، فده كده ايه؟ كفر برضه. واضح ولا ايه؟ ايه قصده؟ يعني فرضنا هديك تاويل بيت خاص، واحد بيقول الزنا بفلانه حلال لانها شديد الجمال، ده بيستعبط. هي شغاله هي عاهره، ده برضه كل مسلم عارف ان ده حرام، بس ده مش تاويل. لا، الزنا بفلانه حلال لانها بغي، ده مش تاويل اصلا، مش تاويل خالص. تمام. فالمهم يعني فكده ايه؟ طيب قتل فلان حلال برضه قصده ايه؟ ليه قتل فلان حلال؟ هل في تاويل ولا لا؟ ممكن بعض الناس يقول لك قتل فلان حلال لان فلان مفسد في الارض، وبيقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. تمام. زي في الخصومات السياسيه كده، يبقى مثلا تلاقي الفريق ده يستحل قتل الفريق ده، والفريق ده يستحل قتل الفريق ده، مش هنقول ان الفريقين كلاهما كفار لانهم يستحلون دماء بعضهم البعض، لا، هو ده متاول ان يجوز لي قتل الاخر، وده متاول ان هو يجوز لي ايه؟ قتل الاخر. تمام. فيبقى الذنوب المعينه اللي فيها تاويل يمنع التكفير لابد ان تراعى، عشان بعض الناس خصوصا في الخصومات السياسيه يقول لك ده دول استحلوا قتل دول يبقوا كفار، والتانيين يقول لك ده دول استحلوا قتلنا هم اللي كفار، لا دول كفار ولا دول كفار، هو قصه ان ايه؟ دول متاولين ودول متاولين، بغض النظر مين مصيب مين مخطئ، او هما الاثنين مخطئين،
بس في الاخر الامر لا يصل لدرجه الايه تكفير. لان بعض الناس اللي بيسارع في التكفير يقول لك ايه استحلال الذنوب ايه كفر، ودول استحلوا الدماء يبقى هم كفار. لا، ما هو استحلوها بايه؟ بتاويل. واضح ولا ايه؟ فاحنا بنتكلم على استحلال المعلوم من الدين بالضروره تحريم. يعني لو واحد قال قتل المسلمين حلال ده كده حكمه كافر، انما اللي بيقول قتل الفئه الفلانيه المفسده في الارض الباغيه اللي مش عارف ماله ويقعد بقى فبيقول قتلهم دول حلال، اقول ده متاول وان كان هو مخطئ في تاويله، وممكن يكون ضال مبتدع، ممكن يكون فاسق، بس لا يصل لدرجه التكفير. مفهوم ولا ايه؟ تمام. المساله الخامسه، كم دقيقه؟ من رجحت حسناته عن سيئاته بواحده دخل الجنه لاول وهله، ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من اصحاب الاعراف مآلهم الى الجنه، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق دخول النار. عندنا احتمال من ثلاثه لما توضع الموازين يوم القيامه. الاحتمال الاول ان الحسنات تزيد على السيئات، وده بيكون في حق من كمل ايمانه. المؤمن كامل الايمان بيكون وزن حسناته اكبر من وزن سيئاته، تمام، فبيستحق دخول الجنة الاول وهلة، او بيدخل جد فعلا الجنة الاول وهلة. عشان كده قال لك ايه دخل الجنة الاول وهلة، يعني مش هيعذب في النار، ده يدخل الجنة مباشرة. طيب ده الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني تساوي الحسنات والسيئات، واحد جاي حسناته قد سيئته بالظبط، يضربوا لذلك مثلا برجل خرج الى الجهاد ولم يستأذن والديه فمنعه الجهاد من دخول النار، ومنعه عقوق الوالدين من دخول الجنة، فدول اهل الاعراف. ربنا عز وجل قال فيهم وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. والاعراف عند جمهور المفسرين منطقة او جبل بين الجنة والنار. اصحاب الاعراف دول مآلهم الى الجنة، يعني اذا انتظروا بين الجنة والنار مهما انتظروا لكن في النهاية يدخلون الجنة. ليه؟ ثلاث ادلة اقواها التالت. الدليل الاول قول الله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، والله عز وجل لم يكن ليطمعهم فيها إلا وهو يريد إدخالهم الجنة، لأن الكفار يوم القيامة قال الله عز وجل عنهم أولئك يائسوا من رحمتي. فالكافر ييأسه الله عز وجل من رحمة الله، فهؤلاء طمعهم الله عز وجل في دخول الجنة لأنه تبارك وتعالى يريد أن يدخلهم إياها. واضح؟ ده الدليل الأول. الدليل الثاني هو دليل محتمل بقى في ضعف شوية، لقول الله عز وجل أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. السياق يدل على أن هذا الكلام من أهل الأعراف لأهل النار عن أهل الجنة، يعني أهل الأعراف ما بين الجنة والنار بيقولوا لأهل النار عن أهل الجنة أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والقول الثاني أن ده من كلام الذي قيل لأهل الأعراف، يعني قيل عنهم، ربنا بيقول عن أهل الأعراف أهؤلاء الذين أقسمتم أي أهل النار لا يدخل هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يعني كلمة ادخلوا الجنة قيلت لمين؟ لأهل الأعراف، تمام؟ او ان اهل العراف قالوا عن اهل الجنه هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه، ثم قيل لاهل العراف ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، تمام؟ يعني في الاخر ان ادخلوا الجنه اما قيلت عن اهل الجنه واما قيلت عن اهل العراف، محتمل يعني، وان كان الجمهور عن هي لم تقل لاهل العراف انما قيلت عن ايه؟ عن اهل الجنه. القول الثالث بقى والدليل الثالث وده الاقوى بقى خالص، قياس اولى على عصاة الموحدين. يعني اذا كان اللي زادت سيئاتهم على حسناتهم ودخلوا النار فعلا في الاخر هيطلعوا من النار ويدخلوا الجنه، ما بالك باللي ما دخلوش النار وقاعدين في منطقه وسط، فدول اولى واولى ان هم يدخلوا الجنه. واضح ولا ايه؟ يبقى تاني، دليل الاول
لم يدخلوها وهم يطمعون. دليل تاني ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الدليل التالت وده الأقوى في الحقيقة قياس أولى على عصاة الموحدين. أحاديث الشفاعة دلت على أن عصاة الموحدين في البلد. الأدلة ده حديث الشفاعة دل على أن عصاة الموحدين بعد أن دخلوا النار يخرجون من النار ويدخلون ليه الجنة. طب اللي ما دخلش النار أصلا أولى وأولى أنه يدخل ليه الجنة. تمام ماشي. طيب الاحتمال الثالث اللي سيئاته تبقى أكبر من حسناته. ترجح على ليه؟ على الحسنات. طبعا ده لو سيئاته رجحت على حسناته ومعه أصل الإيمان والتوحيد ده استحق دخول النار. عشان كده بيقول ومن رجح السيئات على حسناته استحق دخول النار. ليه ما قالش دخل النار مع ان بعض اهل السنة بيقولوا كده دخل النار؟ الادق نقول ايه؟ استحق دخول النار. ليه؟ لان هو في مشيئة الله، ان شاء الله عفى عنه وان شاء عذبه. لكن قطعا بعضهم ايه يدخل النار، يعني قطعا بعضهم يدخل النار، لكن هو في النهاية في المشيئة، ان شاء الله عذبه وان شاء ايه عفوا. فمن قال من اهل السنة من رجحت سيئاته على حسناته دخل النار، المقصود منها ايه؟ ان الاصل انهم يدخل النار، لكن منهم من يستثنى. فعشان كده الادق نقول استحق دخول النار. واضح ولا ايه؟ طيب لو كانت سيئاته ارجح من حسناته وهو كافر ارتكب الكفر الاكبر، ده مش بس استحق دخول النار ولا يخلد فيها، لا ده دخل النار قطعا ويقينا وخلد فيها. تمام؟ لان لو ارتكب يعني من ضمن السيئات بتاعته كان سيئة الكفر الاكبر او الشرك الاكبر، دي محبطة للحسنات. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تمام؟ ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. طيب الحالة عنده حسنات حابطة، كافر ممكن يكون عنده حسنات حابطة. هو قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون لان اشركت لاحبطن عمل. في حسنات بس حابطه. تمام؟ طيب الحاله الثالثه دي او الاحتمال الثالث راح مفصله بقى في المساله السادسه. المساله السادسه من استحق دخول النار من عصاة الموحدين في مشيئه الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. تاني من استحق دخول النار من عصاة الموحدين اللي هو زادت ايه؟ سيئاته على حسناته، رجحت سيئاته على حسناته، ده استحق دخول النار بس بشرط انه يكون من عصاة الموحدين. ولو كافر لو مشرك شرك اكبر ده يخلد في النار ابدا. احنا بنتكلم على واحد مؤمن عنده اصل ايمان لكن سيئاته اكبر اكتر من حسناته بواحده، ودي بتكون في حق الذي ارتكب كبيره ولم يتب منها او مصر على صغيره او تارك الواجب، هو ده اللي حسناته هتبقى ايه اقل من سيئاته، وده اللي سيئاته تزيد اللي هو مات وهو مصر على ايه الذنب او تارك للايه للواجب. مات وفعل الحرام او تارك للواجب ده تبقى سيئاته ايه اتقل من حسناته. ده ماله بقى؟ في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. يعني مش لازم برضو ندخل الجنه النار، هو في مشيئه الله مستحق لدخول النار لكن هو في المشيئه ممكن يدخل الجنه الاول واهله برضو، كما في احاديث الشفاعه على الصراط ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. انت اول مرة بتعدي على جهنم وانت على الصراط. تمام؟ فالرسل بيدعو ربنا بيقول ايه اللهم سلم سلم. فيبقى ممكن واحد يكون مستحق للوقوع ولا يقع بدعاء ليه؟ بدعاء الرسل. فمن الناس من يستحق الوقوع فلا يقع كما دل عليه هذا الحديث. وكذا حديث ومن أصاب من ذلك شيئا للكبائر الذنوب فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يبقى هو في المشيئة. تمام؟ ومنهم من يدخل النار بلا شك ولكنه لا يخلد فيها. يعني أكيد في ناس منهم يدخلوا النار. بعض الناس اللي هم المرجئة يقولوا إيه؟ إن أهل الكبائر دول ممكن ربنا يدخلهم كلهم الجنة. لا، هو حديث الشفاعة دلت على أن منهم من يدخل النار قطعا. هو أحدهم في مشيئة الرحمن، لكن منهم من علمنا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أنهم يدخلون النار فعلا. يعني هو كل واحد منهم في مشيئة الله، لكن نعلم قطعا أن بعضهم يشاء الله عز وجل أن يدخلوا ليه
النار. واضح ولا ايه؟ يعني المرجئه يقولوا نرجئ امرهم الى الله، ان شاء عذبهم وان شاء عفى عنهم. نقول لا، احنا عارفين كده كده ربنا اخبرنا ان منهم من يدخل النار، تمام، لكن المعين منهم هو في مشيئه الله، ان شاء عفى عنه وان شاء عذبه. واضح؟ كلهم في مشيئه الله، لكن اخبرنا رسول الله ان منهم من يدخل النار، تمام. عشان كده بيقول ومنهم من يدخل النار بلا شك ولكنه لا يخلد فيها كما دلت عليه احاديث الشفاعه المتواتره. واضح؟ تمام. كم دي؟ المرأة التي حبست الجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تزي الجرانة قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار، يعني مستحقة لدخول النار، ودخلت النار فعلا. المرأة التي كانت تحبس الهرة، حبست الهرة، والمرأة التي كانت تؤذي جيرانها في النار، دخلت النار فعلا، هتدخل النار، بس تخلد فيها؟ لا تخلد فيها، تمام. طيب، طالما طبعا كان معاها ايه اصل ايمان التوحيد. طيب، نقف عند المسألة السابعة اللي لا يختلف اهل السنة في ان تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليها كافر مخلد في النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.